فحقيقة الترتيبات الدولية القوة الدولة القوية اللي هي تركيا هي المسؤولة على الترتيبات الدولية، ونحن في تنسيق كامل مع حكومة الوفاق ومع دولة تركيا في موضوع الهجوم. هذا ما كل ما الذي الآن يحدد ساعة الصفر، فننتظر الأوامر من التنسيقين حكومة الوفاق وحكومة تركيا، وتنطلق بعد شركة الفان غير هي عملية الغام، فكانت فطول الفترة التي سبقت هي تزع في الغام في منطقة الجفرة وسرت، الآن شبه مهامها قد تمت وسوف تقوم بالانسحاب، وتوالى بعد ميليشيات حفتر العملية العسكرية، وهم ليس بالقوة التي كما يقولون في الإعلام إنما أضعف مما نتوقعه. بإذن الله عندنا حتحلي ترتيبات عسكرية مناسبة للعمل، سوف ندخلها بإذن الله وندحر ميليشيات حفتر إلى ما بتحقول النفطية.